دي؟ ما عندكيش حاجة مش اخلعها؟ اسأل عمتي. تيجي تتفرج عليا النهاردة في السر؟ قلت ايه يا مريم؟ على ايه يا بابا؟ على جوازك من وجدي. انا يا بنتي عيان وعايز اطمئن على مستقبلك. انت ليه مش عايزه تتجوزي وجدي؟ انا بصراحه مش لاقي فيه اي عيب. مش عارفه يا بابا، مش حاسه بيه. جايز دمه تقيل. وجدي دمه تقيل؟ امال مين بقى اللي دمه خفيف؟ ده احساسي يا عمتي. احساسك ده ايه؟ بطلي بقى امور الدلع. نفسي مره تعرفي تاخدي قرار في حياتك. بنتك طول عمرها ما تعرفش مصلحتها يا توفيق. معقولة تسيبي السيرك وتشتغلي في كباريه زي ده؟ اللي بنكسبوه من المخروب ده الطاق ثلاثة من اللي كنا بنكسبوه من المدعوق السيرك. انتي مش هتبطلي كلامك الغريب ده يا سعد؟ يا اختي قولي لي اشتريتي العجلة دي امتى؟ دي هدية بابا ليا لما خدت الليسانس. يا وعدي على الاسانس، يا وعدي على الاسانس. عارفة لو كان عندي اب زي ابوكي ما كنتش اتلطمت ولا اتمرمطت المرمطة دي. ده حتى ابويا ما لحقناش نشوفوه. ايه بس اللي خلاك تعذري يا سعد؟ يا اختي انت مسكريتك داية وشقة عجلة مزاجي ومش عارفة اللي يخشوا مزاجي اللي يمسكوا فيه.
مدي قلبي كده امال يجي ثلاث اربع ادوار وبعدين شقه هتعجبوكي قوي ما تقوليش سرايا تعالي يا قمر تعالي يا اهلا يا مرحبا اتفضلي بيتك ومطرحك اتفضلي يا مراحل يا خبر اللي انت عاملاه في بيتك ده يا سهر مش عاجبك الشقه يضايقك يعني لو اروح انزل في اوتيل ايوه بنتي مفتوح وتنزلي في اوتيل ازاي يعني ولا يهمك هنقلبوها عليها وطيعه ونخلوها لك زي الفل هنشيل الضوافر ونخلي البيت زي القشطه وارجع لي روحي نعم كل واحد من اللي بيغني ده لهمت ولا بيصرخ ده بلع له يجي 10,000 كده اهو طب خلاص اتفضلي بقى حطي الميوزك اللي انت عايزاها بتونس بيك حكم انت مونساني وانا قولي لي بقى ناويه تعملي ايه يا قمر انا اتفقت مع بابا وعمتي نجي هنا اسكندريه وافتح مكتب واشتغل حلو جميل تفتكري لو فتحت مكتب واشتغلت محاميه يعني انفع ممكن انجح ايوه هو احنا كنا بنتعلمه العالم ده كله ليه عشان تقولي لي انجح ولا ما انجحش تقولي لي يا ترى ويا هل ترى يا اختي انا عايزاكي مره تجمدي قلبك كده وتعملي اللي على مزاجك يوه ويوم تلوحين لي على لوحه المغرب المخملي تباشير شال يجر نجوما يجر كروما يجر غلال ساعرف انك ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده ايه يا حبيبتي مش فاهمه ولا حاجه معقول يا ستي المهم الكلام ده ننفعه ونلحنه ونرقصه عليه انت مفيش حاجه في دماغك خالص غير الغنى والرقص امال ايه هو الست تنفع خالص من غير ما تعرف ترقص وتغني يا سلام ما تسواش تعرفي ترقصي بلدي بلدي لا طبعا يا نهار اسود طب نعلموك يا ابني اعملي 8 8 بالانجليزي 8 بالانجليزي 8 بالانجليزي يا بنت اعملي يا بنت فين الرخص بتاعتك؟ انت مش فاكرينه حاطينها فين؟ ما عنديش رخص يا ام. ام؟ طب انزلي بقى يا اختي. ليه كده ما تتحبوش علينا امال؟ تعبانه شويه مش نازله يا ام. بقول لك انزلي. مش نازله. ما تخلينيش استعمل معاك القوه، انزلي يلا، انزلي قومي. ايه ده احنا نشنطروه؟ وتفتحي دماغي ان ما فرجتك يا بنت المفتريه عارف لو ما لميتش لسانك هنفتحوا لك قرن خلاص مش هتكلم مين يا ابني النبطش في المباحث الليله حسام بيه مين حسام بيه حسام بيه ايوه يبقى عليه العوض ومن العوض مش هعرف اخد حقي من بنت الامام سديد يا شيخ يعني مش ناويين تعترفوا وتقولوا الطبانجه دي راحت فين؟ لفلك فيها ساعات انا مش عارف حاجه عن الطبانجه دي لفلي راحت فين الطبانجه؟ معقول يا باشا اخد الطبانجه بتاع الطبانجه بتاع
القرطه دي ما تخش عليها رحمه. وديتوا الطبانجه فين؟ ايه اللي حوارك كده يا عنتر؟ المصيبه السوداء دي يا باشا، الدهيه المهببه دي. ايوه لسه في رجاله حلوه كده يا جدعان. كتم يا بت ابو شنب، خد حنفي وخد العيال دي تقرروهم. عايز اعرف الطبانجه دي راحت فين، والا الدبان الازرق مش هعرف لهم طريق جره. يلا 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 قوم اقف يا بت. حكايتها ايه البت دي يا عنتر؟ دي كانت سايقه العربيه زي وهي سكرانه زي ما انت شايف كده يا سعاده الباشا، وبعدين كسرت الاشاره، رحت معترضها، راحت ضرباني بالبوكس والبنيه والروسيه فتحت لي دماغي. عارف ولا ايه؟ يا سعاده الباشا هو اللي هتشجع عليا. بص لا اقعد يا بت ولم نفسك، غطي نفسك وبطلي مرقعه. المعاملة دي معاملة تعملوها للستات الحلوة، ومين اللي زي؟ يا سلام، ده جاية سكرانة وضربة أمين شرطة ومش عاجباك المعاملة؟ وحشة، معاملة وحشة أوي، عشان أنتوا الاتنين بتوالسوا لبعض عشان أنتوا زمايل. أنت اسمك إيه يا بت وبتشتغلي إيه؟ أنا اسمي سهر، سهر الليالي، عليا النعمة إن سهروك سهرة عمرك ما سهرتها. إيه ده؟ مين دي يا عم؟ فين بطاقتك يا بنت وفين رخصتك؟ لا لا احنا ما بنشتغلوش برخصه يا بيه. انا فنانه محترمه جدا. الله يا كل واحده هزت وسطها في كباريه تقول على نفسها فنانه ولا ايه؟ لا نزعلوا كده نزعلوا. انا مطربه كبيره قوي ومطربه استعراضيه واسكندريه كلها بتغنوا غنوتي. جدام بكو ايوه ايوه تلم يا بت. عليا النعمة انك تجنن وانت مكاشر. يا ريت يا ريت تطلع جدع كده وتفتحوا لنا قصدي تجيبوا لنا قهوة سادة عشان نعرفوا نفوق كده. يا بت بقول لك اتلمي لحسن، لو رميتك في التخشيبة هياكلوكي تحت. هتلاقي زفت والمحضر ودماغ اللي انفتح. الزفت اللي بيقلك عليه. يلا شايف يا سعاده الباشا؟ شاد تروح بقى يا عنتر ما تعملكش زيطه. انا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول، مش بعيد تطلعني غلطان وتعمل لي محضر. ماشي ممكن نكلمه في تليفون الفانوليا بتاعتنا عشان زمانهم متوغوشين علينا حبتين. ممكن الو سهر، ايه مالك في ايه؟ ازاي الكلام ده؟ طب انت فين بس دلوقتي؟ انا في قسم باب شرقي، في ضابط ضرب ثلاثة قدامي مرة واحدة، شكله عايز يضربني. قمر الله يخرب بيتك يا عنتر، جاي اخر الليل وجايب لنا مصيبه معاك. الو بونسوار. سهر سهر مالك يا حبيبتي؟ قمر قمر ايه اللي بالتخريف ده؟ افقي عشان افهم فيك ايه بس. سهر سهر هو ايه اللي حصل يا فندم؟ حضرتك مين؟ انا اخت سهر مريم توفيق ابو العزة المحاميه. ممكن البطاقه لو سمحتي؟ كريدت كارد يعني. سوري تفضلي استريحي. شكرا. حضرتك بنت الاستاذ توفيق ابو العطا؟ ايوه.
هي تبقى اختك؟ تبقى اكتر من اختي. ممكن هشوف المحضر؟ انا لسه ما كتبتش المحضر، وعشان خاطرك مش هكتبه خالص. متشكرة قوي قوي، مش عارفة اشكر حضرتك ازاي. بس عندنا مشكلة بسيطة. ايه؟ لازم عنتر يتنازل عن حاجة. مين عنتر ده؟ ده امين الشرطة اللي سهر بطاحته. افهمني بس سعادة الباشا. يا عنتر احنا طمعانين في كرم اخلاقك كما عودتنا، وعايزينك تتنازل عن حقك. مش ممكن ابدا يا سعادة الباشا. طيب ان ما كانش عشان خاطر سهر، يبقى عشان خاطر اختها الرقيقة دي. خلاص عشان خاطرك يا باشا. اهو كده يا عنتر، هي دي اخلاق الرجالة ولا بلاش. امسك يا ابني. خد. اللي هيجنني يا فتحي يا اخويا ان البنتين مش راكبين على بعض ابدا. واحدة فيهم صايعة، والتانية متربية وبنت ناس واخر شياكة. ما كنت تكلمني يا فالح عشان اجي اشوف البنت الصايعة دي. كنت هتاخد لك طريحة من تجرمتها وقلة أدبها. بقول لك إيه؟ أنا مضطر أستأذن عشان عندي مشوار حساس. بقول لك إيه؟ ما تاخدني معاك. لا، أنا في المشاوير الحساسة ما باخدش حد معايا أبداً. بالإذن يا حلو. صباح الخير. صباح النور. أنا آسف قوي للإزعاج، بس أنا جبت عربية صاحبتك بنفسي. إحنا متشكرين قوي. اتفضل. لا شكرا. لو ما يصحش اتفضل. اتفضل استريح. اتفضل. دقيقة واحدة بس هدي لسهر خالص. اتفضل استريح. سهر مش هتصدقي، عارفة مين برا؟ مين يا أختي اللي برا؟ فارس الأحلام. تقصدي مين؟ الظابط بتاع امبارح جاي بعربيتك وجايب لك المفاتيح. يا فندم ملوش لازمه، اتفضلي استريحي. لا مش معقول ما يصحش، لازم تشرب حاجه. طيب ان كان ولا بد بقى يبقى شاي. على فكره انا متعود اعمل كل حاجه بنفسي عشان عايش لوحدي، ممكن اساعدك. لا متشكره خالص. لا ازاي بقى، فين الشاي والسكر؟ أنا هجيبه لحضرتك. اتفضل. تعرف إنها صدفة جميلة فعلا، والد حضرتك كان بيدرس لي جنائي في كلية الشرطة. هو في ناس كتير زي حضرتك بيفكروه بابا، بس هو ابن عم واسمهم زي بعض. انا بابايا بيشتغل محامي بس ملوش في التدريس. اتفضلي الشاي. متشكر عليك، ميرسي. اتفضل حضرتك. طب وانت ليه ما بتشتغليش معاه؟ يعني بحاول اعتمد على نفسي. عايشه هنا في اسكندريه؟ انا ناوي اقعد شويه، بفكر اشتغل هنا بس لسه بدور على مكتب. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهدى، احنا طلنا النبي. اهلا يا باشا. اهلا اهلا اهلا, أهلاً. 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 ازيك يا باشا؟ ازيك يا ست سمر؟ لا سهر، اسمي سهر الليالي. ما بتحبوش السهر بقى ولا ايه؟ ازاي، انا شغلي كله سهر. وانا كمان بصره. الحقيقه انا كنت جاي اطمن عليكي واجيب لك عربيتك. الهي ما تحرم منك ابدا يا رب. الا لاجي انت معزوم عندنا في الكباريه. لا اسمحي لي بقى، لحد كده ما اقدرش. ليه؟ مش قد المقام بقى ولا ايه؟ لا لا ما اقصدش. طب امال ايه؟ طب على العموم كلنا رايحين، مريم جايه معانا؟ طبعا، مش كده يا مريم ولا ايه؟ اه طبعا، وماله؟ ايه بختشي بقى، لا افعل ما اقولك. في المعموره رسم لي الصوره وعامل نفسه لاعب كوره، جه في الشطبي وقالوا لي حاسبي. لا 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 استنى يا صاحبي، لبس لا
تمام تمام قوي. بس انا ما فهمتش ولا حاجه من اللي هي قالته. ما تنساش يا استاذ كمال انها بتغني في كباريه درجه ثالثه، يعني انت احكم على المضمون. ايوه يا اخي احكم على المضمون. ايوه طبعا احكم على المضمون. فين بقى المضمون؟ صوتها وحضورها مع الناس، صدقني هي كل اللي محتاجاه فرصه. انا مع الانسه في الكلام اللي بتقوله. طبعا اكيد سهر دي فنانه كبيره بس محتاجه للي يكتشفها. حضرتك طبعا عارف مستوى اللي بيغنوا دلوقتي ايه. معاكي حق فعلا يا انسه مريم، الواحد ما بقاش لاقي حاجه يسمعها اليومين دول. انت بقى كمال تشد حيلك وعشان خاطر الانسه سهر تكتب كلمتين حلوين. يا ريت كمان تنزل لها صوره. صوره بقى وتكمل جميله. طبعا هو في ريبورتاج من غير صوره؟ هي بقى عندها صوره حشمه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، منورين. عجبك الشغل؟ اتفضلي يا فنانه عظيمه. ده الاستاذ كمال عجبه صوتك قوي، كان قاعد طول الغنوه هيتجنن مصمم انه يكتب في الجرنان بتاعه وينشر لك صوره بالالوان. لا الوان لا، احنا ما اتفقناش على الالوان. الوان يا اختي الهي مع دمك. الله اني ما تتصوروش فرحتي بيكم النهارده قد ايه. براهين يا براهين تعالى. نعم يا ست سارة. هات ازازه ويسكي من ابو جد. ها مش منقوع البراطيش. وعلى حساب مين يا ست سارة؟ على حساب البقف اللي قاعد تحت ده، فاهم؟ وقول له بكره هنروقوه. شفتي شفتي حسام كان هيتهبل عليا، ما شالش عينه من عليا طول الليل. فعلا باين عليه معجب بيكي قوي، حتى هو اللي كلم صاحبه الصحفي ده عشان يكتب عنه. طب ايه رايك بقى ان انا حسيت ان احنا دخلنا قلب، وانا كمان بنحبه. تعرفي قال لي ايه؟ قال لي انه هجيب لك شقه عشان تعمليها مكتب، وكل ده عشان خاطري. تصبحي على خير. وانت من اهلي يا قمر يا ورد. تصبحي على فل. الله اللهم صل على النبي. حلوه قوي دي يا حسام، احلى من الاولانيه. ها ايه رايك يا مريم؟ مش عارف، متهيالي الاولانيه احسن واعرف افرش على مزاجي يعني. اهو انت كده عمرك ما بترسي على بره قبل. طب خلاص كويس. لا 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 لا، لو مش عجباكي انا عندي واحده كمان. احنا هنلف طول العمر. حلوه قوي دي، بقى لنا اسبوع بنلف. اسمعي انا مش عاوزك تاخدي حاجه مش عجباكي. قلت ايه يا مريم؟ اللي تشوفه انت يا حسام. انا مش عارفه من غيرك كان ممكن اعمل ايه. يا اخي تعالي تعالي اقعدي على المكتب، عايزين نشوفه اذا كنت لايقه عليه ولا لا. يا ريت هو اللي يليق عليها. اللي يشوفها كده يصدق انها محاميه بحق وحقيقي. دي زي ما تكون اتخلقت عشان تكون محاميه. الاهم من ده كله ان الزباين يعرفوا طريق مكتبي. تفتكروا في حد ممكن يجيلي انا؟ انتوا مش جعانين ولا ايه؟ اني مصاريني بتتلو من الجوع. احلى حاجه بتعجبني فيك يا سهر لهجتك الاسكندراني. يا اختي بس لهجتي مفيش حاجه تانية بتعجبوك. طب ايه رايكم بقى في غدوه معتبره على حسابي؟ لا الغدوه دي على حسابي انا. ليه هو انا طيشه ولا ايه؟ لا يا حسام بس جمايلك كترت قوي. لا ده ملوش دعوه بالغدا. معقوله ابقى ماشي مع بنتين حلوين زي القمر واسيب واحده فيهم تدفع الحساب؟ ايوه يا جدعان عليا النعمه كلامه 100 100 مظبوط. عايزه الناس تقول عليه ايه؟ ناطح. الله منظر الاكل يفتح النفس. بيقابليني لو عرفتي تنامي بالليل. الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا ازاي، الاكل حلو قوي بس المهم اللمه الصراحه. المهم الاخلاق. بطلي تحفي في البيض، كلي فول. ايوه انا طفحه. مش دي صورتك يا هانم؟ صورتي صورتي يا ماي صورتي، شوفوا اتفرجوا. حلو قوي حلو قوي يا سهر. هات كل الاعداد اللي معاك. يا بيه والله. طب خد مش خساره فيك. اشكر كتر خيرك. انا فرحانه قوي مش عارفه اقول لك ايه. انا ماليش دعوه، صحفي معجب بيكي وكتب عنك. سلام انا عارفه كل حاجه، انت اللي خليته يكتب. دي مريم هي اللي خليته يكتب. انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، وعموما انت تستحقي اكتر من كده بكتير يا سهر. مساء الفل. بركيلي 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 بركيلي. مبروك يا حبيبتي. بس على ايه؟ هنشتغل في اكبر لوكاندا في اسكندريه. هتشتغلي ايه؟ هنسيقه يعني الارض ونكنسه وهنغنوا يا ماما. مدير اللوكاندا كلمني وقال لي بكره تيجي تمضي الكونترات. الف مبروك يا حبيبتي. الجميل معكر ليه؟ وشه مش رايق. زهقت قوي يا سهر، بقالي شهرين قاعده بكلم الحيطان مفيش ولا زبون واحد يكلف خاطره ويجي حتى.
حتى يقول لي انت مين. ولا يهمك يا اختي، انا بكره اقتلك قتيل ونقولك ونقولك انت مين. اطمن، احنا موقفنا قوي جدا، مش بعيد ناخد حكم اخر الجلسه. يا رب. اهو نفسك معانا يا استاذ. يا صباح الخير يا استاذ. ازيك يا استاذ؟ صباح النور. معقول برضو سبت شغلك وجيت؟ وانا اقدر ما اجيش فيهم زي ده؟ المهم انت جاهزه؟ الحمد لله، سهرت طول الليل، عملت حته مرافعه هتعجبك قوي. برافو عليك. صباح الخير يا حسام باشا. يا اهلا 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 اهلا. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا، عز المعرفه. يلا لحسن نتاخر عن الجلسه. 54 المدعي ابراهيم علي الاسكندراني، مدعي علي عبد المنعم محمود المجاوري. مريم توفيق ابو العطا المحاميه، حضرة عن المدعي ابراهيم الاسكندراني بالتوكيل الرسمي. محمد عبد العزيز الغندور، حاضر عن المدعي عليه عبد المنعم محمود المغاوري. طلباتك يا استاذه. سياده الرئيس، حضرات المستشارين، سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، أنا بطلب التأجيل. مدام بتدرسي القضية كويس وتعرفي كل ملابساتها، يبقى تقدري تقفي قدام المحكمة وانت واثقة من نفسك. أنا جبتلك معايا حاجة كويسة أوي، دول كتابين هيساعدوكي في دراسة القضية بتاعتك. اللي بتعمله معايا ده كتير قوي يا حسام، مش عارفة هردلك جمالك دي كلها ازاي. احنا مفيش بينا وبين بعض جمال، المهم توعديني انك هتترافعي ومش هتأجلي القضية. اطمن، ما تتصورش كلامك ده رفع من روحي المعنوية قد ايه. انا مش عاوزك تخافي ابدا، حتى لو فشلتي كلنا بنفشل وبعد كده بنتعلم. انا اصلي كنت خايفة اخسر الزبائن. يا ستي ولا يهمك، انا اجيب لك مليون زبون، انا مش عاوزك تشيلي هم الموضوع ده ابدا، المهم عندي انك تنجحي. حسام، ممكن اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه؟ انت عارفاني صريح. انت اللي جبت لي الزباين اللي قابلوك في المحكمه النهارده صح؟ لا طبعا، كل ما في الامر ان انا طلعت اعرفهم صدفه. المرة دي بالذات أنا مش مصدقة، دي أكيد سهر. مريم، أنت صاحية؟ عايزة حاجة يا سهر؟ عايزة أسألك على حاجة، يعني ايه اللي يخلي راجل زي حسام كده يهتم بالقوي كده بواحده ست؟ قصدك ايه؟ يعني بصراحه اللي عمله معايا، كل يوم اسال نفسي يا ترى بيعمل معايا كده ليه؟ فضل ورايا لحد لما خلاني اغني في اكبر لوكاندا في اسكندريه. يعني هو حسام انسان كويس وخدوم جدع، يعني تفتكر يعني يحبني؟ المهم انت مشاعرك ايه من ناحيته؟ ايوه على مشاعري، انا اول ما شفته عصفورة قلبي رفرفت، حبيت اسكندرية والدنيا حلوت في عيني. تفتكري هو بيحبني ربع الحب اللي انا بحبه له؟ انتي اصلك مش عارفه قيمه نفسك، ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي واحده زيي. بتقولي لي الكلام ده بس عشان انتي صاحبتي وبتحبيني. صدقيني يا سهر، انتي اطيب قلب في الدنيا، انا عمري ما قابلت واحده في شهامتك. يا اختي الهي ما يحرمني منك. حسام مش ممكن هيلاقي واحده احلى منك. عارفه يا مريم نفسي في ايه؟ نفسي احنا الاتنين نتجوزوا ونعيشوا مع بعض.
ساعتها الوزن مش عاجبهم، هيحاولوا يوقعوا بينا وفرقونا عن بعض. باشر عليا نعمة نقطعوهم ونرموهم في البحر. صباح الخير يا مريم. صباح النور. صحي بدري كده ليه؟ مش جايلي نوم وسهل لسه نايمة، قلت اجي اقعد على البحر شوية. تحبي البحر؟ بحبه قوي، بس بخاف منه من ساعة ما كنت هغرق. لما بقعد قدامه بسرح بخيالي، بتكلم معاه في الحاجات اللي ما اقدرش اقولها لحد. طب وليه ما بتحكيش على اللي جواكي لحد انت بتحبيه وتثقي فيه؟ ممكن اللي جوايا يجرح ناس، ما احبش اجرحه ولا اجرح مشاعره. احكي لسهر صاحبتك وبتحبك. سهر طبعا صاحبتي وبحبها قوي، بس هي مش فاضيه، دايما مشغول، وانا ما بحبش اشغل حد بمشاكلي. انا يا ستي فاضي، وليك انت بالذات لو مش فاضي افضي نفسي. طب عن اذنك انا همشي، سهر زمانها صحيت، هروح اشوفها. طب قولي لسهر اني عايز اقابلها النهارده، ولا اقول لك انا هكلمها في التليفون. ماري فين؟ انا حلمي يا اختي وتفهمي، مش مصدقه روحي. ليه يا سهر؟ انت تستاهلي واحد احسن من حسام كمان. تعرفي لما قال ان هو عايز يقابلني قلبي ده كان هيفط من صدري. فاكره شادي لما كانت بتسرق في الافلام كل ما تشوف خطيبها ولا حبيبها انا كنت هسرق زيها. ربنا يسعدك. تفتكري حياتك بيتجوزني؟ طبعا اكيد يا سهر. شفتي امبارح بقى كنت بقول لك ايه؟ احساس اختك عمره ما يخيب ابدا. هبقى حرم المقدم حسام عنبر مدام عنبر. انت تستاهلي كل خير يا سهر. عارفه يا سهر انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ عارفه والنبي عارفه. عارفه ايه؟ يعني انت عايز تقول كلام واحنا نحبه نسمعه منك. ما تتصوريش انا سعيد قد ايه من يوم ما عرفتك انت ومريم. مليتوا عليا حياتي وعوضتوني عن اهلي اللي فقدتهم لدرجه اني خلاص ما بقتش قادره استغنى عنكم. ولا احنا كمان نقدر نستغنى عنك يا سي حسين. انا بحسدكم على حبكم لبعض. انا ماليش في الدنيا غير مريم، هي كل حاجه في حياتي، طيبه وحلوه وبعدين بنت ناس ومتربيه، بس هي فيها عيب واحد، يعني ما تعرفش كده، يعني متردده. علشان كده انا جبتك هنا. سهر انا بحب مريم وعاوز اتجوزها، ومفيش حد غيرك هيقدر يعرف لي حقيقه مشاعرها. بصراحه انا خايف اواجهها لحسن اخسرها كصديقه. اختي وحبيبتي سهر، انا رجعت لبابا وعمتي. عارفه ليه؟ لان انا كمان فكرت وقلت اتجوز. اشمعنى انت؟ الف مبروك ليك انت وحسام، ويا ريت تتجوزوا بسرعه عشان احضر فرحكم قبل ما اسافر مع جوزي لكندا. انا مستنيه منك تليفون تقولي لي على الميعاد. سلامتك يا بابا. مريم وحشيني قوي يا حبيبتي. انت كمان وحشتني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، الف مبروك يا بنتي. مش قلت لك انها مش هتلاقي احسن من وجدي؟ سلامتك يا بابا. مريم وحشيني قوي يا حبيبتي.
انت كمان وحشتني قوي. خلاص يا توفيق، مريم رجعت لعقلها وهتتجوز وجدي. مبروك، الف مبروك يا بنتي. قلت لك انها مش هتلاقي احسن من وجدي. سعيد. مريم موجودة؟ موجودة برضه، اتفضلي امسي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشيني وحشيني قوي قوي. وانت كمان ازيك انت؟ الحمد لله. قولي لي، حددتوا ميعاد الفرح امتى؟ فرح ايه؟ فرحك انت وحسين. لا احنا مش هنتجوز. ليه؟ هو حصل حاجه؟ حسين ما بيحبنيش، بيحبك انت وعايز يتجوزك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سهر؟ انت بتهزري؟ وحتى هزارك ده ما ينفعش، لاني خلاص هتجوز. عليا نعمة ان انا بتكلم بجد. حسام طلب يقابلني عشان يتاكد مني اذا كنت بتحبيه وموافقه تتجوزيه ولا لا، ايه رايك؟ لا طبعا، انا ما بحبوش ولا عايزه اتجوزه. مين اللي قال كده؟ عينيكي يا اختي اللي قالت كده. ايه هتخبي عليا؟ بطلي تكبري بقى. بس انا خلاص هتجوز يا سهر. انت بتعملي ده كله ليه؟ عشان تضحي عشاني؟ خلاص ما منوش فايده، لا بيحبني ولا عايز يتجوز. بعدين سكن عليا يا اختي، انا كل يوم الاقي لي راجل، هي شغلانه ولا شغلانه؟ وبعدين الدور الباقي عليك انت، انت اللي مش هتعرفي تحبي غيره. انا اديت كلمه لبابا ومش هترجع تاني. بقول لك ايه، بتعملي ده كله ليه؟ حسام كده ولا كده هيتجوز، يبقى انت اولى. وبعدين والله ما هزعل، انا لا يمكن اسامح نفسي لو اتجوزت حسام وانا عارفه انك بتحبيه. I don't know to say goodbye, just let me know you didn't go before. I don't know to say goodbye, just let me know you didn't go before. I don't know to say goodbye, just let me know you didn't go before. ممكن اختفها منك بس دقيقة واحدة؟ لا مش ممكن، أنا ما صدقت ألاقيها. معلش هي دقيقة واحدة وهرجع. ما تأخريش عليا. مبروك يا مريم، عملتي كده ليه؟ دي كانت رغبة بابا وانا ما قدرتش ازعله. ميرسي قوي اني جيت النهارده. ما تصورش فرحانه بوجودك قد ايه. انا جيت النهارده مخصوص عشان اقول لك على حاجه عمري ما عرفت اقولها لك، ولا انت اديتيني الفرصه اقولها. ارجوك بلاش تقولها النهارده بالذات، بلاش. دي حاجه انا عارفاها ومتاكده منها، وانا كمان حاسه بيها من اول يوم شفتك فيه. مش كل حاجة الواحد يعوزها بيقدر ياخدها. مهما الأيام فرقت بينا، عاوزك تعرفي إن منزلتك عندي هتفضل هي هي، وحبك هيفضل هو هو، عمري ما هنساكي. عن تفتكر هقدر على فراق مريم؟ هقدر اعيش من غيرها؟ تعرفي يا سهر، انا وانتي ومريم مفيش حد فينا سعيد. تفتكري ايه السبب؟ عشان احنا التلاتة بنحب بعض. لو في حد فينا بيكره التاني ما كانش بقى في مشكلة.
جايز اللي بتقوليه ده صح. اسأل نفسك انت متضايق كده ليه؟ وانا مش مبسوطة ليه؟ وهي بتتجوز غصب عنها ليه؟ اكيد صح. انت مش بتحبها؟ سهل استنى معايا. انا اسف، ما كانش مفروض نغلط. طب سيبني بقى لوحدي، انا مش طايقه نفسي ولا طايقاك. سيبني. المنطقة هنا هتعجبك يا أمل، أنا عارف إنك بتحبي الهدوء. بكرة كمان لما التلج يدوب هتحبي المكان أكتر وهتلاقي الخضرة حواليكي. تعرف يا وجدي، أنا عمري ما كنت أتخيل إني ممكن أهاجر برا مصر. أنا هخليكي تعيشي هنا أجمل أيام حياتك، وبكرة هنبقى من أغنى الناس في كندا. وهنا بقى لا في تحديد نسل ولا أزمة سكان، يعني خدي راحتك خالص وتخلي فيلي 20 عيل. يعني أنت اللي عارف تشتغل وأنت مدهول زي. لا أنا مش أنا، أنا لا حاسة إني عايشة ولا ميتة. يا ريت نموت وأحسن. عشان خاطر ينزل الشغل، الواحد منا ملوش غير شغله. صدقيني حب الناس ليكي هينسيكي كل مشاكلك. أنا كويس. لا مفيش داعي نشوف بعض اليومين دول، عشان كل واحد فينا يعرف يتعود يعيش من غير التاني. Wagdi, écoute-moi bien. Tu peux toujours travailler ici.
faire du très bon travail, mais tu seras toujours considéré comme un citoyen de deuxième catégorie. Tu arriveras à certains niveaux, mais ils te diront arrête à ce point. Vous aimez le Canada? Sorry, I don't speak French. Moi aussi, je ne parle pas l'anglais. Quand même, je suis confiant que je pourrai accomplir toutes mes ambitions. Avec un peu de patience, de la persévérance et un peu de chance, je pense que je peux tout faire dans ce pays. ايه رايك في الرحله دي؟ انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك في التلج ده؟ ده انا هموت بالبرد. لازم تتعودي يا حبيبتي على كل حاجه هنا. انا حاسه ان الحياه هنا صعبه قوي، مش هقدر اتعود عليها. الدنيا برد ومش عارفه اتفاهم مع حد بيتكلموا لغه انا معرفهاش. اللغه دي ابسط حاجه، بكره لما تسمعيها على طول هتتكلميها، وبعدين ممكن تاخدي كورسات فرنساوي. تفتكر يا وجدي ممكن يبقى لي اصحاب هنا؟ وانا رحت فين يا حبيبتي؟ انا ممكن اكون جوزك وصاحبك. بس انت مشغول طول النهار، ولما بترجع بالليل بتبقى تعبان. بس في الويكند نقدر نعمل فيه كل اللي احنا عاوزينه. هنا الشغل شغل والاجازه اجازه. برافو عتاف. هاي وجدي، كومون فاتو؟ يا ميرسي. Je te présente ma femme. Enchanté madame. Au revoir وجدي. Au revoir. عاطف ده لبناني وهاجر من 10 سنين وبقى من اكبر رجال الاعمال هنا. يعني ما كانش يقدر يعمل كل ده في بلده، وانت ما كنتش تقدر تعمل كل ده في مصر؟ الفرص هنا اكبر، بدل ما اكون مليونير في مصر ممكن ابقى ملياردير هنا. بصراحه انا نفسي ارجع مصر، انا خلاص مش قادر، كرهت منظر التلج. مصر دي خلاص انسيها، حقيقي دي بلدنا لكن مستقبلنا هنا. بس أنا حياتي كلها في مصر، ما أقدرش أبعد عنها. We'll be right back.
طب انا عايز اسالك سؤال، انت مفيش عندك اي مشاعر بالنسبه لسهر؟ احيانا احس اني عايز اشوفها لكن بمنع نفسي. تعرف بقى ايه اللي منعك؟ الوهم اللي انت عايش فيه. ماريان، انا متاكد لو كانت سهر هي اللي اتجوزت دلوقتي وكنت هتحس ان هي اللي ضاعت منك، كانت مشاعرك بالنسبه لمريم هتبقى هي نفس مشاعرك بالنسبه لسهر دلوقتي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. الفنانه سهر موجوده؟ نقول لها مين حضرتك؟ نقول لها المقدم حسام عمر. اتفضل. بيت الانفوشي بكتير. ومبروك الحفله صحيح. انت ما كنتش في الحفله ولا ايه؟ لا ابدا، كان عندي نبطشيه، وبعدين انت ما عزمتنيش. فعلا راحت عن بالي، لكن وعد المره الجايه هتكون اول الميعاد. الو، اهلا يا سهر، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني وحشاني قوي يا حبيبتي. انا شفت حفلتك في الديش من يومين، كنت تجنني، كان نفسي انط في التلفزيون وابوسك. ابي ابعتيلي الشريط الجديد بتاعك، وحشاني قوي، وحشتني كل حاجه في مصر. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني قوي. على فكره البلد هنا جميله قوي، بس الناس دمهم تقيل، ما يعرفوش بعض الا عشان المصلحه. وحشتني قعدتنا جنب بعض على السرير. نفسي يا زهر، نفسي اقعد معاكي نضحك ونرغي زي زمان. على فكره ليكي عندي مفاجاه ما حصلتش. في واحد عندي عايز يكلمك ويسمع صوتك. مالي؟ الو حسام، ازيك يا مريم؟ طمنيني عليك، وحشتيني، وحشتيني قوي. انا كل اللي يهمني سعادتك. انت معايا؟ ها؟ ايوه. بص لي سهر، وانا هبقى اكلمكوا تاني. مع السلامة. معلش يا ولدي، أنا أصلي تعبانة قوي، عندي صداع. أنا حضايع لك الصداع. معلش يا حبيبي، سوري. تصبح على خير. مساء الخير. نور. المقدم حسام. اهلا وسهلا. عمر بيه. اتفضل. لا شكرا، عشان ما ضايقكوش بس. لا ازاي، ده اللي لجا عيد ميلادي وعمر بيه صمم ان هو يحتفل بيه معايا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اهلا بيه. شير. شيرز وبلوفر يا حبيبي. صحتي يا مراد. كل سنة وانت طيبة. الله، ده حلو قوي، ذوقك حلو قوي، عندك ذوق. ايه، مش ناوي ترقصني بقى ولا ايه؟
يلا يلا. عايز حاجة؟ أنا كنت هنام. افتح أنا كسر الباب. لا وعلى إيه؟ كسر الباب؟ اتفضل. أنت لوحدك؟ اطمنت؟ متأسف. أنا حياتي بقت تعيسة، مش قادر أعيش لوحدي، وأنت كمان سبتيني. أنت عارف ليه أنا سبتك؟ وأنت بالنسبة لي إيه؟ أنا اكتشفت إن أنا بحبك، وغيرتي عليكي لما شفتك مع راجل تاني كمان اكدت لي الحكايه دي. انت عايزني اعمل لك ايه؟ صداقتي بيك دلوقتي ما اقدرش احميها، ولا منك ولا حتى من نفسي. حسام من فضلك خلي علاقتنا نظيفه، وخلي اللي بينا نظيف. تعرفي يا مريم، بقالي 8 اشهر بحاول اخد الصفقة دي وطارت مني في اخر لحظة. لو كانت من نصيبي كانت حياتنا كلها اتغيرت، لكن للأسف اخدتها مني واحد كندي. بس برضه مش حاسس، وهحقق اللي انا عاوزه. تفتكر يا وجدي هتقدر تحقق كل ده لوحدك؟ يعني ايه؟ لازم يكون في حد جنبك. الله، أمال أنتي رحتي فين يا حبيبتي؟ هما مش بيقولوا إن وراء كل عظيم امرأة عظيمة؟ طب لو كنت اتجوزت واحدة كندية، مش كانت هتساعدك وهتقف وراك أكتر مني؟ يعني كان ممكن يفتح لنا أبواب كتيرة. جالك كلامي؟ يعني مش أنا الست العظيمة اللي تقدر تقف جنبك؟ بس أنا عمري ما كنت انتهازي، وكل حاجة بعملها لازم أكون مقتنع بيها، ولما اتجوزتك كنت مقتنع بيكي. على فكرة انت عمرك ما سألتني عن حياتي قبل ما اتجوزك. حياتك قبل الجواز دي ملك ليكي لوحدك، ما دام انت ما حاولتيش تحكي لي عنها يبقى عمري ما هسألك. بس انا دلوقتي عايزة اقولك، وجدي، أنا قبل ما أتجوزك كنت بحب واحد تاني، وما كنتش قادرة أتصور حياتي من غيره. أعرفه؟ أنت شفته مرة واحدة بس يوم فرحنا. وهو بيحبك؟ أيوة. حاجة غريبة إنك تحبي واحد وهو يحبك وكمان يجي يوم فرحك. كل ده وأنا معرفش. أنا فوجئت بيه. طب وليه ما اتجوزتوش ما دام بتحبوا بعض؟ الظروف كانت أقوى مني. وانتي
لسه بتحبيه؟ أمال أنا ليه بعترف لك؟ أنا حاسة إن مجرد التفكير فيه وأنا مراتك يبقى خيانة، وأنت ما تستحقش مني كده. مطلوب مني إيه؟ أنا قلت لك على كل حاجة، وأنت لازم تفهم دلوقتي أنا عايزة إيه. تتطلقي؟ اعملها لك مفاجاه، ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ حلو قوي، اتعرفتي لما كنتيش جيتي انا اللي كنت سافرت لك، مش مصدقه عينيا، وحشتيني قوي، امال فين جوزك؟ انا رجعت لوحدي. ازاي يعني يسيبك تسافري لوحدك؟ خلاص مش راجعه له تاني. يعني اول مره اخد قرار انا مقتنعه بيه، اتطلقت. يا خبر اسود، ليه؟ ما قدرتش استحمل اكتر من كده، كنت عايشه حياه كلها كده، بعدين لقيت نفسي مش قادره استمر. مش قادرة أبعد عن حسين. تقصدي إيه؟ مش هي دي كانت نصيحتك ليا؟ أنا فعلاً بحب حسين، والغلطة الوحيدة في حياتي إني رحت اتجوزت واحد غيره. وبعدين؟ هتجوز حسين. مريم، الحمد لله على السلامة. إيه ده؟ حسين؟ أنت ما اديتنيش فرصة أقول لك حاجة. قولي لي ايه يا صابر؟ اتجوزنا. اتجوزته؟ ما كنت عامل بتحبيني انا ليه؟ كنت عايز تتجوزني ليه؟ انت تسكت خالص. ايه؟ هتدافع عن نفسك تقول ايه؟ انت ما عملتش حاجه غلط. هو كان بيحبني ولا بيحبك انت؟ عايزاه يقعد طول عمره من غير ما يتجوز؟ انت اللي رفضتي تتجوزيه، حصل ولا ما حصلش؟ هي رجاله خلصت؟ الدنيا ضاقت خلاص، ما بقاش فيها غير حسام. انت قدامك طابور من العشاق والمعجبين، لو شاورتي بصبعك لاي واحد فيهم يجيلك ويقطع تحت رجليكي. ما لقيتيش غير الراجل الوحيد، الراجل الوحيد اللي انا بحبه، وانت عارفه انا سبته ليه؟ عشاني، عشان ما كنتش عايزة اخسرك، عشان صداقتك عندي كانت اهم من اي حاجة في الدنيا. انت يا سهر، انت دون انا عن كل الناس، انت بالذات اللي تتجوزي. مش قادرة اصدق، مش قادرة اتصور، مش قادرة. بتعايريني عشان ضحيتي عشاني؟ انا كمان ضحيت عشاني. متتصوريش قد ايه انا قاومت، اتعذبت، اتحرمت، ربطت قلبي، خنقت احساسي، كل ده عشان خاطرك. جريت على مصر عشان ابوس رجليكي تتجوزيه، فاكره ولا ناسيه؟ حسام من حقي انا،
وهيفضل من حقي مهما كانت النتائج. انا سبت الدنيا كلها علشانه. لا يا دلعادي، انا سكتلك عشان انتي صاحبتي وفي بيتي، لكن اللي انتي عايزه تاخديه مني ده يبقى جوزي، جوزي على سنه الله ورسول. مش قادره اتصور ازاي حسام ممكن يبص لواحده سوقيه زيك خاينه. لا يا روح ماما، مش انا اللي خاينه، ده انتي اللي خايبه. انتي طول عمرك عينيكي على حاجتي، وطول عمرك بتحقدي عليا. انا بحقد عليكي؟ لا بقى، ده انتي اللي انانيه، عايزه تكوشي على كل حاجه. اتجوزتي احسن جوازه وعينيكي على راجل تاني، عايزه تكوشي على كل الرجاله بالسهواكه بتاعتك دي. بقول لك ايه، ما بقتش اكل من الكلام ده، لا انا ولا هو. مش بقول لك سقيه، رايح فين؟ رايح في 60 داهيه. عاجبك كده؟ اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ جايه من اخر الدنيا عشان تفوري دمنا؟ انت اي حد يعرفك لازم يفور دمه. ولعلمك بقى، انا من اللحظه دي مش هتنازل عن حقي تاني ابدا. مفيش اكتر من النسوان في البلد. بس تقول ايه بقى يا باشا؟ تقول ايه؟ القلب وما يريد يا باشا. طب خده وديه في الحجز لغايه لما احتاجه. يلا. ازيك يا مريم؟ معلش ما عرفتش ارحب بيكي كويس. اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ انا عايز اسالك سؤال واحد وتجاوبني عليه بصراحه، انت لسه بتحبني؟ يعني عندك استعداد تتجوزني؟ ما انت عارفه انا متجوز سهر. انا ماليش دعوه بسهر، انا بسالك عندك استعداد تتجوزني؟ دلوقتي يا سهر. مش متنيلة في الرواحة، افتح الباب ده لسه هفتح نافوخة. بقول لك رواحي. مش في رواحة، افتح. وكمان قاعدين لي في الضلمة يا اختي، ايه اللي جابك هنا؟ انا شغل رافق بقى يا حبيبتي. بقى دي عمال ولاد الاصول؟ ده انت ما حصلتيش ولاد الشوارع. عيب يا سهر، ما تغلطيش في صاحبتك. صاحبتي؟ شلها يا صاحبتي، انت وصاحبتي قاعدين في الضلمة وتقولي صاحبتي. هدي اعصابك، مش تعرفي الاول الحقيقة؟ ما الحقيقة يا اختي واضحة زي الشمس، جايب لها الخمرة بتاعتي كمان، وريني يا اختي لابسة ايه لتكوني لابسة هدومي ورثاني بالحقيقة. بلاش شغل حواري وبطلي قلة أدب. قلة أدب؟ بقى أنا اللي بقوله قلة أدب واللي بتعمله جوه مش قلة أدب. أحب أقدم لك حسين. جوزي. يا نهار ابوكوا اسود، عملتها يا ابن الكلب؟ تتجوز عليا يا دول؟ دي متوحشه، حقينك متشرده. طلعها يا حسام، طلعها دلوقتي حالا. يطلع
مني انت العادي. لا يا حبيبتي، انا ما طلبتش الطلاق وقاعد على قلبكم لطالون، وخساره في كتتكم دي اوعى من وشي. الهي ما تقوم لك قومه الليله دي، يا رب تبقى ليله سودا على دماغتكم. كم البلد سهر. سهر ما تزعليش، انا هعوضك عن الليله دي. برضو بحبك. اعوذ بالله، بس انت عجبتيني قوي. ايوه كده، اوعي تباني ضعيفه قدامها ابدا. تديكي كلمه تديها عشره. كلب انت والعقربة مريم. كانت امي ما انا سايباه كل الليله دي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الصالون ده هنا؟ صالون ايه؟ مين اللي جاب الاكل ده؟ وايه ازازة الخمرة دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ودخلتي هنا ازاي؟ من بابها يا حبيبي. نسيت اني مراتك ولا ايه؟ من حقي اعيش معاك في الشقه دي. تعيشي؟ تعيشي فين؟ الشقه ما فيهاش غير اوضه نوم واحده. اطمن يا عصفورة قلبي. اشتريت اوضه نوم جديده وفرشتها بدل الصالون. لا انا لا يمكن اعيش معاها في شقه واحده. مش الكلام ده بقى قدامها عشان ما تبقيش ضعيفه. خلاص احنا داخلين ننام. تصبح على خير. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ايه اللي انا عامله ده كله؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مولع لك شمعه، مش عاجبك الشمعه ولا ايه؟ انا خلاص اتعشيت، ما اقدرش اتعشى مرتين. اسمعي على خير. لا يا روحي، هتتعشى وهتاكل وهتقعد وهترفع الازازه دي. لا بقى، عيب كده، عيب. انا عروسه ولسه في شهر العسل، وحسام من حقي انا لوحدي لمده شهر. ايوه احنا عروسه عرايس، وانا من حقها وهي من حقي، قصدي من حقنا احنا الاثنين. بقول لك ايه، انا يا قاتل يا مقتول الليله دي، لو ما اترزعتش هنا وطفحت الطفح ده وشربت الازازه دي ودخلت اتخمدت جوه معايا هصور قتيل. انا بنتي 60 كلب شرانيه، ما فرش في حقي ابدا، فاهم؟ وانا كمان مش هفر. طيب طيب انا عندي حل. ايه هو؟ بلاش انت الليله دي يا سهر، وانا هعوضك بليله زياده. الليله وانا كمان الليله. ايه يا جماعه، ده انتوا اصحاب، فين الصداقه؟ هي اللي ابتدت. لا انت اللي ابتديتي. لا انت اللي ابتديتي. لا يا سهر. طيب انت اللي ابتديتي. طيب 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 انا عندي حل، نبتدي من اول وجديد، كل واحده فيكم ليله. انا ما تكفنيش ليله، انا عايزه اليوم من اوله. يعني ايه ان شاء الله؟ بلاش اشتغل، يعني تخرج من شغلك تقعد معايا لحد تاني يوم الصبح. انا موافق. نبتدي بمين؟ انا. لا انا. لا انا بقى. لا انا. انا يا سهر. انا الاول. بس بقى خلاص. نعمل قرعه. Thank you.
محدش يقرب مني. انا من حقي يوم اجازه اقضيه زي ما انا عاوز، انام في الصاله، انام في المطبخ، انا حر، وانتوا الاثنين تخدموني من غير ما واحده فيكم تلمسني، مفهوم؟ اتفضلوا بقى حلو عن سمايا، انا هنام. ولما اصحى الاقيكم حضرين للاكل. يلا يا اختي مستنيه ايه؟ يلا قدامي. مش فاضي، ورايا شغل. ايوه ورايا شغل، مش فاضي. نعم الباشا وصل يا سعاده الباشا، مدير الامن. مدير امن اللوكاندا؟ لوكاندا ايه يا سعاده الباشا؟ بقول لك الباشا مدير الامن وصل وناوي يعمل تفتيش. تمام يا فندم. هو ايه اللي تمام؟ انت ايه اللي جرالك يا شيخ حسام؟ كل ما اسال عليك يقولوا لي ده في اجازه. اجازه جواز يا فندم. بالذمه ده وقته؟ انت مش داري ايه اللي بيحصل في البلد؟ ولا مستني لما تفرقع كلها؟ انت ضابط مباحث، عارف يعني ايه ضابط مباحث؟ عارف يا فندم. لا ما انتش عارف. لو كنت عارف ما كنتش اتجوزت دلوقتي. ضابط المباحث لازم يكون يقظ، نشط، مخه شغال. شغال يا فندم. وانت يا حسين ايه؟ انا مش عاجبني احوال القسم يا عيشتك لو ما جيتش بدري النهارده. كنت طول عمرك. بعدين. ايه؟ في ايه يا ولد؟ لا 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 مفيش حاجة يا فندم. أنت أتكلم في ايه؟ أصل المدام بتاعت سيادة المقدم كانت على التليفون يا فندم. وكمان مش سايباك تشوف شغلك؟ لا لا لا، أنا ما يعجبنيش الحال ده. ضابط المباحث عندي لازم يكون يقظ، نشط، مخه عمال شغال يا فندم. شغال عمال أهو كل واحد. ما علينا. وأنت هتمامور؟ نعم يا فندم. أنت عندك كم واحد في السجن ده؟ ثلاثة بس يا فندم. ثلاثة؟ ثلاثة؟ اسم طويل عريض زي ده ما فيهش غير ثلاثة مساجين؟ طبعا، ما انتوا شايفين شغلكم، قاعدين زي تنابلة وسايبين المجرمين على كيفهم يبرحوا في البلد. خلوهم ايه يا فندم؟ بالذمة ما انتش مكسوف من نفسك يا حضرة المأمور، ولا انت عريس جديد زي رئيس المباحث بتاعك؟ لا يا فندم، انا طلقت من زمان. يعني فاضي؟ طب لما انت فاضي، امال الحجز بتاعك مش مليان مساجين ليه؟ البيت يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم. تمام يا فندم، تحت امرك يا فندم. امور يا فندم. عارفه انا نفسي في ايه؟ طاجن قلقاس في الكوارع يا فندم. ملعتوش. غريبة أوي، أنت معلش فيه يا حبيبي. شغل التلفزيون ده تلاقي السلوك ملمسة. أنا خايفة يا حسين. وأنا كمان. كمان إيه؟ إيه ده يا حبيبي؟ في إيه؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ ده وقته. نعم. مين؟ عاوز ايه؟
ما وصلتش ازاي؟ نازله بقالها ساعه. يمكن العربيه عطلت يا اخي. طيب لما توصل ابقى كلمني. في ايه يا حسين؟ ده مدير الاوتيل بيسال على سهر، اصلها لسه ما وصلتش. تلاقيها دايره على حل شعرها. بص بقى، انا كنت بسمعها بتكلم رجاله كتير. انا مش فاهمه ازاي تتجوز واحده شوارعيه بالشكل ده. انت لازم تطلقها يا حبيبي. يا سامي يا عايزك تخلص الاكل كله يا حبيبي. طب خلي انت شويه كويس. شوربه جميله قوي. تسلم ايديك. مطرح ما يسري يمري. كمان مش شايفه قدامي. مش هتبوسني؟ اديني بوسه. لا لا اديني بوسه. طيب واحد واحد. صنطر كده. استنى انا مش هنعرف نبوس بعض غير لما نصنطر. قوم قوم معايا. قوم قوم. في ايه يا حبيبتي؟ في ايه ايه؟ مش كنت نايم انت؟ آه. امبارح؟ ايه اللي جابك هنا؟ اه صحيح انا ايه اللي جابني هنا؟ ما
هي العقربه اللي جابتك لحد هنا. بلاش جر الشكل ده يا برده يا غلسه، مش طايق سابك وجي نام عندي. وعليا النعمه العفريت الزرق بتتنطط في وشي، ممكن اقطعك النهارده. ليه؟ قوم اصحى انت وهي. انا قايم رايح الشغل. اوعي اوعي. شغل؟ شغل ايه؟ روح الاوضه. اسود تنامي وتقومي على حسرتك يا سهر. يا شماتة الاعادي فيكي وحياة امي ما انا مفوتها. ايه لسه ما جاتش ولا باين لها اصلا؟ انت في المكتب؟ مفيش حد بيرد خالص. ولا في البيت؟ ما عنديش تليفونه. وبعدين يا رجاله الجلسه قربت تبدا. افتح الباب يا سهر، انا لازم اروح المحكمه. انت يا مجنونه، الحاجات دي ما فيهاش هزار. الراجل هيحكمه عليه النهارده. يا بابا يا الو يا مجنونه يا اختي. افتحي، الراجل هيروح في داهيه. افتحي بقى يا سهر. افتحي يا حماره، انت يا جبانه يا حيوانه. افتحي، خلي عندك جت الحراره في الخط المقاسم، الرقال متمتم تضحك له يتبسم. حكمت المحكمه حضوريا المتهم ثابت ابراهيم جرجاوي بالاعدام شنقر. ايوه. ايه يا مريم؟ مالك؟ ايه؟ طب اوعي تفتح الباب، انا جاي على طول. يا فتحي. في ايه يا ابني انت؟ مش هسيب طارق لما قتلها. تقتل مين يا صايع؟ صايع روح امال. انت سيبك عليها الحاج عرفت اوعى. يلا يلا يا اخويا يلا يلا. حسام النهارده مش يوم، مفيش بينا كلام. ايوه مين عاوز؟ الاسم؟ طالبينك في الاسم. انا من ساعة ما قعدت على مكتبك ومفيش بلاغ جالنا لأي حاجة. يعني عفريت ازرق اللي اتصل بيا يا فتحي؟ لا، تلاقي حد بس بيهزر معاك. ومين اللي هيهزر معايا في ساعة زي دي؟ ما هي دي بقى ساعة الهزار. يعني ايه؟ هو النهاردة يوم مين؟ يوم سهر. كان مزاجي عالي قوي لغاية لما جالي التليفون النحس ده. خلاص تبقى بانت. مريم هي اللي اتصلت. طبعا هتعملي لي نايمة. قومي يا ست هانم. حسام، ايه اللي رجعك يا حبيبي؟ انت مش قلت انك هتبات عند سهر؟ هو كمان يا مريم الهزار وصل للشغل؟ زمايلي يقولوا عليا ايه دلوقتي؟ خايف من زمايلك ولا خايف منها؟ خاف منها ليه؟ انت عارفه انا مش عاوز مشاكل، عاوز ابعدها عنك. خلاص يا حبيبي، وانا بعدتها عني الليله وعنك انت كمان، خليها بقى تبات لوحدها. ما اقدرش يا حبيبتي اسيبها تبات لوحدها مهما كان مراتي. يا سلام، يعني هي مراتك وانا مش مراتك؟ يعني ما يهونش عليك تسيبها لوحدها ويهون عليك تسيبني انا لوحدي؟ يعني ايه بقى، بتحبها اكتر مني؟ يا حبيبتي صدقيني الفكرة اللي في دماغك دي غلط. خلاص صلح لي الفكرة. الله الله الله، كنت عارفة ان التليفون ده اوانت عشان تيجي تبات في حضنها. احلف لك بايه، انا ماليش دخل بالموضوع ده. انت ايه اللي جابك هنا؟
واحد مش عايزك مش طايقك سابك وجالي انا يا غلسه. خلي عندك شويه كرامه. كرامه؟ ما كان نايم في حضن مراته وحبيبته وجيتش لا تشطيه. اللي اختشوا ماتوا يا اختي. يا ناس بطلوا بقى اللي بتعملوه ده وخلينا نخلص من وجع القلب. يلا يا حبيبي قدامي يا بابا بيتك بيتك يا حبيبي. عن اذنك يا مريم. عن اذنك يا مريم. خليك يا اخوي خليك مش وراه ده الدلدول. اقلع 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 سامم الاول بعدين نبقى نقلع. بقول لك ايه ما تعفرطنيش انا العفريت الزرق بتتنطط في وشي. اقلع. وايه البوت اللي انت لابسها دي؟ مزاجي بقى انام بالبوت. مفيش مزاج. يما القمر عالباب نور اناديله. يما ارد الباب ولا انا اديله انا اديله. اما يما ايوه اما يما ايوه ايوه يا فندم. يا فندم احنا بنحاول نتصل بيه في البيت محدش بيرد. خلاص يا فندم انا هروح له بنفسي. ايوه فتحي عزيزي. انت فين يا اخي دوختنا عمالين نتصل بيك من الصبح محدش بيرد. انا كنت بره اصلي في ايه؟ الباشا مدير الامن قالب عليك الدنيا وعايزك دلوقتي حالا. دلوقتي دلوقتي؟ ايوه دلوقتي دلوقتي يظهر في حاجات جديده حصلت. طب روح انت انا هحصلك. بس ما تتاخرش. سمعت كل حاجه ومفيش نزول للادي. قاتل يا مقتول. الباشا مدير الامن عاوزني. الباشا مش عايزك يا حبيبي. ده ملعوب من العقربه اللي اسمها مريم. يعني انت ما سمعتيش فتحي وهو بيقول؟ كله اوانطة متفقين مع بعض زي ما لعبوا التليفون. عايزه تبيتني بحضرتي للادي ده بعدها. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك لو نزلت من هنا مش هتنزل على رجلك هتنزل على ظهرك. يلا يا بابا يلا يا حبيبي مش فاضيين. يعني ايه رحت وبلغته؟ امال ما جاش معاك ليه يا حضره الظابط؟ يا فندم هو قال لي انه جاي ورايا في السكه. اصل يا فندم كان في وضع مش ظريف. معناها ايه كان في وضع مش ظريف؟ يا سعاده الباشا واحد وفي بيته في ساعه زي دي هيبقى بيعمل ايه يا باشا؟ وعلى العموم هو زمانه جاي في السكه. هو ساكن فين؟ ساكن في جليمه باشا وفي الابراهيميه. يعني ايه مش فاهم حدد. ساكن في الاثنين يا باشا عنده بيتين. ليه هو غني للدرجه دي؟ لا يا باشا مش غني ولا حاجه. هو سعادتك عنده بيت ومراته الثانيه عندها بيت. ليه متجوز اثنين؟ ايوه يا باشا متجوز اثنين والليله دي بقى ليله مراته الثانيه. ده ليلته سودة وده هيشوف شغله ازاي ده. خد قوة معاك وروحوا هاتوه زي ما تلاقوه بسرعة. تاني يا فتحي. عايز ايه يا فتحي؟ ما قلت لك جاي. المرة دي بقى اخويا غصب عني جاية من فوق. مدير الامن عايزك زي ما انت كده. لا ما انا داير حال. لا مفيش لبس خدوه. مش يعني ايه يا فتحي؟ هو كده. يعني ايه يا فتحي اللي بتقوله ده؟ هو عايزك كده. فتحي يلا انا مش حاسس كده. فتحي يا طه يا طه. تمام يا ايه ده؟ انت ازاي يا فندم تدخل عليا مكتبي بالمنظر ده؟ انا يا فندم قلت لهم البس حاجه قالوا سيادتك امرت يجيبوني زي ما انا. لانك ظابط مستهتر.
بتحترمش الاوامر. انت مش رحت له يا فتحي؟ ايوه يا فندم رحت له، بس الظاهر ساعتها كانت عنده ظروف تمنعه انه يجي. ظروف؟ ظروف ايه اللي تمنعه عن شغله؟ كلنا عندنا ظروف، لكن الشغل شغل. انا اسف يا فندم. انا المره دي هكتفي بايقافك عن العمل وتحويلك للتحقيق. الجاي لي بالملايه. افتح الملايه دي. اهو ده اخر هزار النسوان والمسخره. اخرتها انا اتوقف شهر عن العمل. ايه عايزين تضيعوا مستقبلي؟ مش بعيد ابدا النشره اللي جايه، طلعوني معاش. طب وانا مالي؟ هي السبب؟ لا انتي السبب. بس! من كتم انت وهي. ومن هنا ورايح كل واحده تلزم حدودها، كفايه بقى. واذا كان مش عاجبكوا اتفضلوا. يلا عشان استريح. هتطلقوا انتوا الاثنين، سامعين؟ مريم، مريم مالك حبيبتي؟ مريم حبك بورس منك لها، انا عارفه الشغل ده ايه، ده سهواكه. طب روحي اطلبي لها دكتور بسرعه. دكتور لما يلهفها. عندها ايه يا دكتور؟ خير ان شاء الله، يظهر المدام حامل. مبروك حبيبتي. مبروك علينا احنا الاثنين يا حبيبي. خير يا دكتور؟ مدام سهر، انا مش عارف اقول لك ايه. لا قول قول ولا يهمك. في الواقع كل شيء بإرادة ربنا. يعني ايه؟ يعني بعد الفحص والتحاليل والارتراساون اللي احنا عملناها، للاسف الحمل هيكون شيء مستحيل. ده ما بقاش في أي حاجة مستحيل دلوقتي في الحمل. في الحقيقة أنت الرحم بتاعك من النوع الطفيلي، وده نوع من الأرحام مستحيل إن يحدث الحمل فيه. يعني عمري ما هخلف؟ للأسف أيوه. طب أعمل طفل أنابيب؟ ده برضه هيبقى صعب جدا. عمري ما هبقى
الحمد لله. انتي تعرفيني اكتر من نفسك. انتي مين؟ شفتي قد ايه سهل الواحد ممكن يروح من الدنيا ويرجع لها تاني. ما تتكلميش كتير يا حبيبتي، انت تعبانة. أنا عملت حادثة. ها؟ الحمد لله، جت سليمة. إيه؟ عاملة إيه؟ لا لا الحمد لله، بقينا أحسن من الأول بكتير. أنت كتب لك عمر جديد. تقدري بقى يا مدام مريم. تريحيلك شوية، دي كانت قلقانة عليكي خالص، واضح إنها بتعزك. على إذنكم، يلا. بعد سهل، دي أختي وأكتر من أختي، أنا مش عايزاكي تزعلي مني يا سهر. يعني أنت مش زعلانة مني يا مريم؟ تعرفي ان الدنيا دي كلها ما تستاهلش اللي كنا بنعمله في بعض. انا كنت هضيع في ثانية. ما تشر عليكي، ما تقوليش كده. كنت هتزعلي عليا. انا كنت مستعدة اديكي بعمري. انا كنت هتجنن لما حسام كلمني وقال لي انك عملتي حد. ما تتصوريش انا بحبك قد ايه. فاكرة يا مريم، فاكرة لما كنا عايشين مع بعض قبل ما نتجوز، كنا اسعد اتنين، ما كناش من على أي حاجة، حتى على نفسنا. أيوة فاكرة، كانت أجمل أيام في حياتي. فاكرة لما كنت بقول لك يا ريت نتجوز ونعيش مع بعض؟ بس أنت طبعاً ما كنتيش تقصدي إننا إحنا الاتنين ممكن نتجوز نفس الشخص. ولا كنت أتصور إن إحنا ممكن نبقى ضراير في يوم من الأيام. ليه يا سهر عملنا كده؟ ليه يا مريم عملنا كده؟ صداقتنا كانت جميلة وأيامنا كانت حلوة. صداقتنا كانت جميلة وأيامنا كانت حلوة. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص بيها شكرا. ازيك يا حبيبتي معاك؟ الحمد لله. على فكرة الدكتور قال لي انك ممكن تخرجي بكرة. حسام. نعم. عايز اتكلم معاك. خير يا حبيبتي. الحياة اللي احنا عايشينها دي غلط. غلط؟ ايوه. الحادثة اللي حصلت لي فوقتني، خلتني اتأكد ان احنا التلاتة مش ممكن نعيش مع بعض. احنا في ايه ولا في ايه؟ ده وقت كلام زي ده برضه؟ لا يا حسام، الحمد لله ان مريم مش معانا. لازم اتكلم معاك، لازم اخرج من المستشفى وبالي مستريح. انا مش فاهم انت عاوزه ايه. لازم تعيش مع واحده بس. يعني ايه؟ زي ما بقول مش موافق. ليه مش موافق؟ لأني ما أقدرش أستغنى عنك. أنا لما عرفتكم عرفتكم مع بعض وحبيتكم أنتوا الاتنين.
انا ما اقدرش اتصور حياتي من غير واحده فيكم. محدش يقدر يحب اتنين، ده غلط، وانا مش عايزه اكمل حياتي واعيش في الغلط. لكن مريم صاحبتك انت ما شفتيهاش كانت زعلانه عليكي قد ايه؟ صدقيني بتحبك قوي. انا كمان بحبها قوي، عشان كده لازم واحده فينا تضحي عشان خاطر التانيه. هي قبل كده ضحت عشاني، جت دور عليا عشان اضحي عشان خاطرها. انت لازم تطلقني. اشمعنى اطلقك انت؟ عشان مريم محتاجه لك اكتر مني، اللي في بطنها محتاج لاب. لكن انا عمري ما هفل. بعدين انا اقدر استحمل اعيش لوحدي. عايزة أقول لك على حاجة، صدقني عمري في حياتي ما حبيت حد قدك أنت ومريم. سعادتكم هي سعادتي، بس كنت بتحب. طلقني حسام. نعم يا حبيبتي. أنت متضايق إنك طلقت سهر؟ لا يا حبيبتي، تصبح على خير. أمال مش عارف تنام ليه؟ هنام. بقولك إيه؟ ما تيجي كده نروح نقضي كام يوم في أي حتة، إحنا ما عملناش شهر عسل. هنعمل شهر عسل وأنت حامل؟ طب وماله؟ أو نبتدي من جديد، يمكن نعوض الأيام اللي فاتت. هنروح فين؟ اي حته حبيبي نكون فيها لوحدينا. ما احنا خلاص بقينا لوحدنا. ايه يا حسام؟ عمال انادي عليك ما بتردش ليه؟ في حاجه حبيبتي؟ مالك يا حسام؟ كنت سرحان شويه. فرحان في ايه بقى؟ ولا حاجة. طبعا انا جهزت لك الاكل، مش هتاكل؟ لا ماليش نفس دلوقتي. انا كمان ماليش نفس، مش عارفة ليه انا زهقت. ما تيجي نرجع البيت، انا اصلي عندي قضية مهمة. انا كمان عندي شغل. جهزي نفسك عشان نرجع على طول. ايه يا حسام انت خارج؟ اه حبيبتي عندي شغل. شغلي؟ انت مش خلصت شغل النهارده؟ وانا شغلي ليه مواعيد. السلام عليكم. وعليكم. الو. ايوه يا علي، سهر عندك؟ طيب لما تخلص النمره بتاعتها قولي لها انا جايه لها في السكه. يلا باي. عايز تقول ايه يا حسام؟ انا سامعاك. من يوم ما سيبنا بعض وانا مش عارف اعيش. حياتي ما بقالهاش طعم. فاضيه. المطلوب مني ايه دلوقتي؟ انت عارفه كويس. الموضوع ده انتهى خلاص. كل حاجه راحت لحالها. مفيش داعي نفتحه تاني. انا مستعد انفذ اي طلبات. ملياش غير طلب واحد. نرجع أصدقاء زي ما كنا. ما عنديش استعداد أخسر صاحبتي تاني. أنا فكرت في حل ممكن يريحك. إحنا نتجوز تاني من غير مريم ما تعرف. تفتكر النهارده بوضع زي ده؟ بقى بعد ما كنت مراتك قدام الناس وقدام صاحبتي، عايزني أبقى مراتك في السر؟ عشان إيه ده كله؟ إذا كنت أنا رفضت جوازك. خلاص، إذا كان الجواز مضايقك خلينا مع بعض كده من غير جواز. يعني ايه؟ يعني تفضل علاقتنا وبلاش الجواز. يعني ترافقني مش كده؟ سهر،
أنا حاولت كتير بس ما قدرتش. صدقيني مش قادر أستغنى عنك، محتاج لك بأي شكل من الأشكال. لا أنت مش محتاج لي، أنت عايز تنام معايا بس. أنا مجرد جسم جميل هتاخد مزاجك منه وخلاص. أرجوكي ما تفهمنيش غلط. لا لا لا، ده أنا فاهمك كويس جدا، بس للأسف فهمتك متأخر. للدرجة دي كنت رخيصة في نظرك؟ ما تتكلمش تاني معايا في الموضوع ده أبدا. دلوقتي ليه يا حبيبتي؟ كنت قلقانة عليك. قلقانة على ايه؟ سألت عليك في الاسم، قالوا لي انك ما روحتش. كنت في مأمورية وبعد كده رحت اجتماع في مديرية الأمن. انت كذاب يا حسين. ايه اللي بتقوليه ده؟ وغشاش كمان. انا ما اسمحلكيش. الليلة دي بس فهمت حقيقتك. مش فاهم حاجة. بس أنا فاهمة كل حاجة. أنت كنت عند سهر بتعمل إيه؟ أنا ما روحتش لسهر، وبطلي غيرة بقى، أهي سابت لك كل حاجة. للأسف سهر ما سابتليش حاجة تستاهل. ما سابتليش غير زوج أناني، ما عندوش قيم ولا أخلاق. كل اللي يهمه إنه يرضي نفسه بأي وضع وبأي طريقة. وعشان ترتاح بقى وتبطل كذب، أنا سمعت كل كلمة بينك وبين سهر. سمعت إزاي؟ هي قالت لك؟ سهر ما تعملش كده لأنها مش حقيرة. أنا كنت رايحة لها وشفتك عندها وسمعت كل كلمة بينك وبينها. أنت أصلك مش فاهمة حاجة. أنا سهر صعبان عليا. أنت اللي صعبان عليا. حسام، انت زي ما طلقت سهر لازم تطلقني. انت نسيتي اللي في بطنك؟ لا مش ناسيه، ولا هقدر كمان انسى حبي ليك. لكن انانيتك ضيعت علينا حاجات حلوه كتير. افتكرت انك شهريار لما لقيتني بتخانق عليك انا وسهر، ورديت غرورك على حسب مشاعرنا، وضيعت صداقة العمر اللي بيني وبينها. احنا الاتنين افتكرنا ان احتياجنا الراجل اهم بكتير من صداقتنا لبعض. طول عمري احلم براجل احب وعايش معاه احلى قصة حب في الدنيا، وسهر كمان طول عمرها بتحلم براجل يحميها من الحياة الصعبة اللي عاشتها. لكن للأسف لا قدرت تعيشني قصة الحب الجميلة، ولا قدرت تحمي سهر. حسام اللي بيعوز من الدنيا كل حاجة بيخسر كل حاجة.